وخلينا ابتدي مع حضراتكم بمناسبه يعني عوده الحياه لطبيعتها، وانه ابتدت بقى رحلات الطيران تاني تستأنف والناس ابتدت تستعد، واللي قطعتك الطيران واللي في الفعل سافر. خلونا نتكلم، اخترنا الخبر ده يعني بمناسبه الاجواء دي اللي فيها سفر وفيها عوده للحياه. في اتنين روس، اتنين ازواج روس، حقيقي ان هم عملوا لقطه مميزة جدا، لقطة بتعبر عن عشقهم لمصر وعشقهم للآثار المصرية. الاتنين دول زاروا مصر قبل كده، الحقيقة انهم وقعوا في غرام مصر، وقعوا في غرام الأهرامات، وقعوا في غرام حاجات كتير جدا في بلدنا، وقعدوا فترة كبيرة مبهورين بالأهرامات، لدرجة ان هم لما رجعوا بلدهم ورجعوا تاني لروسيا قرروا ان هم يعملوا نموذج للأهرامات عندهم في جنينة بيتهم، وبالفعل عملوا ده. نعم عملوه أصغر بكتير طبعا من الأهرامات الطبيعية، بس برضو يعني موضوع يعني الجنينة كلها بقت الهرم أصلا، نقلوه نسخة طبق الأصل. بتقولي يا دودو؟ الجنينة كلها بقت الهرم بالظبط، نقلوه نسخة طبق الأصل من الأهرامات، وفضلوا قاعدين مستنيين وقت طويل لحد لما لقوا ناس يقدروا يصمموا نموذج الهرم فعلا بنفس الطريقة، بنفس الأبعاد، بنفس المدخل، بنفس شكل الحجارة. هما ما كانوش عايزين يعملوا هرم وخلاص، لكن هو أصغر من الهرم الطبيعي اللي موجود عندنا في بلدنا 19 مرة، لكن معمول بنفس الطريقة. وفي خلال شهر قدروا فعلا يجيبوا مقاول وواحد مصمم معماري وصمم لهم الهرم ونفذوه في شهر. الغريب كمان بقى انهم عملوا ايه؟ الغريب انهم عملوا نسخة من تابوت الملك بنفس الحجم عشان يعبروا عن حبهم للآثار المصرية. معرفش بقى لك قد ايه ما رحتش الهرم. لا ما رحتش بقالي كتير، بقالي كتير لكن يعني زرت العرب بقالي كتير، بس بعدي من عندها كل يوم بشوف بشوفها بس ما رحتش بقالي كتير. ما زرتش الأهرامات. انا نفسي قوي اروح المنطقة دي بعد ما يفتحوا المتحف الجديد. يعني انا حابة اروح المنطقه كلها، لان حاسه ان في تغيير كبير هيبقى حصل في المنطقه كلها بعد ما يفتحوا الـ 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 المتحف الجديد مصر. لانه خطير خطير واكيد هيطوروا المنطقه كلها. لا الناس دي كمان خلي بالكوا زي ما يكون البيت بعد شويه هيتحول الى مزار سياحي، عارفه برضه أكيد. الروس اللي هناك هيبقوا عايزين يشوفوا شكل المجسم بتاع الاهرامات. بصي هقول لك حاجه، انا عشان انا عشت بره فتره، يعني فتره الكوره وكده كنت عايش بره كتير، يعني قعدت 11 سنه بره مصر مثلا. فبجد موضوع الاثار ده والاهرامات دي بالذات يعني عامله خلل للناس كتير قوي بره، يعني بيتجننوا بيها. يعني خلي بالك الاهرامات هي رمز لمصر، صحيح. فزي كده ما فرنسا، بس احنا رمز، احنا جينا لقيناه احنا في بلدنا، هو موجود وليه تاريخ كبير قوي. صحيح. لكن انت لما كانوا بيعرفوا انك مصري كانوا بيسالوك عن ايه؟ اول حاجه بيراميدز. بيراميدز طب يعني وانت كنت بتيجي اجازات وبترجع كنت بتاخد حاجات كتير قوي، سوفينيرز؟ طبعا سوفينيرز كنت بتعمل كده. يا ده بالنسبه لهم دي حاجه كبيره قوي، كبيره جدا. ايوه جدا. ده حقيقي انك تاخد النموذج الثلاث اهرامات ده وتديه لحد هديه. ده كان إذا كنت انت عشت في المانيا وعشت في بلجيكا، بلجيكا وتركيا. انا واحده صاحبتي كانت عايشه في ايطاليا، كانت لما يعرفوا انها مصريه يقولوا لها انت اللي من بلد شرم الشيخ كده، يقولها انت من بلد شرم الشيخ. بيحبوا شرم الشيخ. الطلاينة عندهم اوبسيشن بشرم الشيخ، فلما يعرفوا انها مصريه يقولها هو انتوا عندكم شرم الشيخ، اللي هو يعني كانها حاجه بس ليهم حق صراحه.